قبل لا يصير اسمها مكان سكنهم، هذه الأرض كانت خالية. وصلوا عليها 100 مغامر وحولوها لديرتهم الصغيرة، بنوا عليها بيوت وخلوها مليانة حياة. نهاية المغامرة قربت، الأرض صارت خالية من الناس لكن مليانة ذكريات. بهيدا البيت الصغير اللي عملناه في كتير ذكريات وبأشياء لحظات حلوة عشناها. يا سلام على الشاي العراقي. حتى سجلنا نحكي ويا العقارب، كل واحد عنده هاشتاج، فأنا قلت لهم أنا هاشتاج أريد أنسحب. كنت جوعانة تعبانة، مش مثل السلحفات أرجع من الميدان. وهنا كمان أحيوا جواتهم أحلام كانت منسية. همومك غنينا غنينا، همومك غنينا. أنا لما بغني أول حاجة نحسها هي أني نمد من مشاعري للناس، هذه حاجة ما درتهاش منذ سنين. هنا في أرض المليون يعني هذا الثمن الأول اللي ربحته، 99 شخص اللي كنت معاه رجعولي الإحساس هذا، رجعولي ثقة في الفن داعي. بقوانين المنافسة 3 أشخاص ممكن يفوزون، لكن بفلسفة الحياة كل شخص دخل هذه الأرض هو فائز. لما جيت هنا في حاجة تغيرت فيا، كان عندي اضطراب نفسي طول الليل، كنت بعيط وقلبي بيدق بشدة برا جسمي وبترعش من البرد في نفس الوقت. المكان هنا غير فيا حتة الخوف، لأول مرة قدرت إن أنا أسيطر على الحاجات اللي مضايقاني وأتكلم مع نفسي بحيث إن أنا أهدي نفسي. أنا لو خرجت النهاردة حاسة إن أنا عالجت نفسي نفسياً أكتر من أي حاجة أنا كنت ممكن هكسبها، قدرت أتحدى نفسي لأصعب مدى. أنا تقريباً من أول البرنامج أول مرة أعيط في الأرينا كده، كنت بشجعهم ونفسي إن هو إلياس أو يسرى اللي يكسبوا، بس كنت برضو فخورة جداً بجايدة، يعني أخيراً في بنت كسبت. دخلوني في العقارب وانا خاطيني. انتقموا من العقارب بيا. وانت فزتي؟ ايوه، هذه فوز للعقارب. اول امراه تفوز. توز جود. ابيك قلت لي غاده لازم امراه تفوز. هو احنا شفنا اربع نساء وشباب اثنين كان عندنا عمل. ايه ممكن ذس از ذا وان، هذا التحدي اللي راح تفوز بيه امراه. يعني استهدافك انت وغاده، بما انه غاده معنا وانت قريبه كثير منا وعم تاكلي معنا اغلب الوقت هون، كان كتير واضح. وبتصور هيدا يعني مش أول مرة بيحملوها ولا رح تكون آخر مرة، بس ما عم يتعلموا. سمير يعني هكا حرفياً قال لي أنتي مو معنا. مش أنا مش ضدكم، قال لي أنتي مو معنا، أنتي مع طارق. سمير شخص يلعب كتير بالأحاسيس على الناس، يطلعك ويهبطك كم يحب، أو so sick of that. خاصة أنه لما فزت ما خلاليش 5 دقائق، قال لي next time it's your turn. عارفين إيش أفضل شيء صار اليوم؟ إنه جيدة فازت. الآن جيدة عندها 10 أساور، يعني 100,000 موجودة معانا في نفس تعتبر الحلف. جيدة بالله لا تقول لي كنت والله بدي وسبقتني، يعني عن جد لسه مو حلف، بس إنه قلبها معنا. بتقول أنت قلبها معنا، أنت ما قلبها معنا زي كده. فإحنا العشرة هذه حتفيد ساعة الميدان، حتجينا تقول نختار مين نسوي إلا مين. إذا حدا نزل اللعبة الجاي فما راح تضل. يمكن انا انزلها عادي. لا شو بيقول لي حلف؟ ما لا مو حلف، يعني انه انت ما بس شو انا صح قاعد افكر، احنا 6، اذا رحنا على السيمي فاينل الـ6 حيكون في 3 في المجموعه ذي و3 في المجموعه ذي، يبقى 2 بس من هنا و2 من هنا. صح. يعني احتمال كبير جدا انه يطلع واحد من هنا واحد من هنا. من فين؟ انا هي بفضل من قلبي، انا هي بفضلها على انك تنزل اللعبه الجاي. سمير خلي الحصان. لا في شيء اسمه حصانه. صح لازم تنشال الحصانة، راحت مني أنا من غلطتي أنا، فأنا واجب علي أنا اللي أردها.